السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. كان من قيمة فترة كده، هو يجي حوالي تقريبا 5 شهور، كنت فايت على بنزين، أعبي بنزين. وبعدين قابلني واحد هندي، انا كان معايا موتوسيكل، فهو قال لي انت عارف انا كمان كان في الهند معايا موتوسيكل نوعه بولر سوزوكي. وقعد بقى الهندي بيقول لي كنت بشغله وكان بيعمل بود بود. كان هو يعني ايه، هو يعني واضح عليه ان هو متأثر من اللي حصل له. ايه اللي حصل له؟ جاله واحد وقال له بقول لك ايه، ما تبيع الموتوسيكل ده وتشتري فيه تأشيرة للسعودية وتروح هناك، وهم 2 سنين وهترجع تشتري لك لامبورجيني وتشتري لك قصر، والحياة هتبقى ايه، هتظبط معاك. فالواد عينه اتصدم، يعني الواد جه هنا اترمى في بنزينة، واخدين بالكم انتوا ازاي؟ المرتب بتاعه 1000 ريال شهري، ما بيكفوش اكل وشرب ونت ومتطلبات شخصية وحاجات زي كده، يعني واخدين بالكم انتوا ازاي؟ وخلاص يعني قال انا هي السنة دي بس وهسافر، هرجع الهند ومش عارف ايه. فهي الحكاية باختصار ان السفر كذبة، يعني اقرب مثال مثلا ان في ناس عادي يعني ما طلعوش من بلدهم وربنا كرمهم، فهو الرزق مش ما كانش هو حال زمان غير دلوقتي، يعني الدنيا كلها مش يوم واحد، واخدين بالكم انتوا ازاي؟ زمان غير دلوقتي بس. فهي دي قصة قصيرة جدا جدا جدا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.